فتديني نص المبلغ اديلك وصلين، تديني الباقي المبلغ تروحي تاخديه من المحامي الوصل وتدي له اتعاب المحاماه. ست قالت لي بص يا ابني انا اول الشهر ادي لك 5000 جنيه، وشهر كمان اجيب لك الخمسه الباقيين. قلت لها يا ستي مفيش مشاكل انا تحت امرك. وفعلا اول الشهر الست ادتني 5000، اديتها وصلين، والشهر اللي بعده راحت للمحامي دفعت 5000 وخدت الباقي وخلص الكلام. وكانت ملتزمه يعني ما اتاخرتش في حاجه، ربنا يبارك فيها اذا كانت عايشه. شهرين كده كنت خدت الفلوس، وحسين كان معايا صافي يا لبن يعني، ما زعلتش منه او زعلت لوقتها وخلاص يعني، ما شلتش في نفسي يعني. انا رجعت من السفريه دي انا مقرر ان انا مش هسافر تاني نهائيا، كل شويه اسافر واتداين واسافر وارجع واتداين، فدايره مش راضيه تخلص. فقلت يا عم انا ايه، انا المحل اللي عندي ده هشوف له اي صرفه واشتغل فيه، واشتغل واكبر واخلي المحل محلين وثلاثه، واعيش زي الناس، ومش هبرمط نفسي بالسفر ده كل شويه وخلاص انا مش هسافر تاني. كل يوم كنا نصحى الصبح تامر ياخد التروسيكل وينزل بيه الاسواق، يبيع الشباشب والجزم اللي احنا كنا مشترينها عشان نبيعها، وانا كنت بنزل المحل اللي انا كنت واخده ده. المحل كان فاضي ما كانش فيه اي حاجه، بس كنت بنزل فيه، اللهم الا كان فيه 30 كرتونه بتوع تونه كنت واخدهم لما صفيت مع حسين. كنت كل يوم الصبح افتح المحل اروح مطلع كراتين التونه بره، الناس تشتري محدش يشتري، اروح مدخلهم. تاني يوم رحت عامل عليه عرض، الناس بدات تشتري. كان ليا واحد صاحبي شغال في شركه بتاعت مجمدات، لحوم مجمده وكده، جه في يوم قال لي خد كرتونه اللحمه البرازيلي دي خليها عندك. يا عم الله يخليك ما عنديش ثلاجه، هوديها فين؟ قال لي يا عم روحها البيت وبيعها ولا اتصرف فيها. قلت له خلاص ماشي. خدت كرتونه اللحمه ده هي وديتها البيت، قطعتها كيلوات، وبقيت كل يوم اخدها وانزل بيها المحل. الناس بدات تشتري من اللحمه ده هي ويشتروا من التونه. بعدين حسيت نفسي يعني ايه شغل مبتدئين قوي. خدت اول 5000 من حسين، رحت مشتري بيهم ثلاجه. طب ما دام اشترينا ثلاجه بدات اشتري بقى كل المنتجات، يعني التشكيل كامل، يعني لحمه برازيلي وكبده ولحمه هندي والفراخ اللي هي المجمده والحاجات اللي زي كده. ثلاجه واحده، والمحل مش على شارع رئيسي، وفي على الشارع الرئيسي محل بيبيع نفس المنتجات عنده خبره 15 سنه قبلي. طب يا عم احمد هتبيع ازاي وانا في دبي؟ كان في يافطه شفتها في مول دبي مكتوب عليها تدللوا علينا نحن في خدمتكم، طبعتها هي بالظبط بعرض مترين في متر ونص، رحت معلقها في ناحيه، ومن الناحيه الثانيه رحت حاطط قائمه اسعار، ومن تحت حاطط ايه فرصه للربح 1000 جنيه اكتر حد مبيعات الشهر ده هيكسب معانا 1000 جنيه. ورحت كاتب شيك باسم شركة الصعيد للاستيراد والتصدير ب 1000 جنيه ورحت مصوره، وكنت عارض الاسماء كده وحاطط ايه جنب الاسماء اللي هو اول واحد حاطط تاج. ومن الاسماء عارضهم من 1 لـ10 قايمة كده اكتر حد اشترى، وكنت بدلها كل يوم، النهارده فلان اشترى، وصلت المشتريات بتاعته ل 2000، وصلت ل 3000، فكان في منافسة. وبالفعل خلص الشهر، رحت اعلنت مين الفايز، عملنا حفله صغننه وجبنا بيبسي وهي واتبسطنا وبتاع. بدات اعمل قلق، بدات الناس تنتبه للمحل، بدات تعرف ان في محل بتاع مجمدات موجود. اخدت الشهر اللي بعده ال 5000 الباقيين من ام حسين، رحت مشتري ثلاجه تاني. مع الشهر ده والدعايه بقى عندي زباين، وكانت الحياه حلوه الحمد لله. كنت افتح المحل الساعه 9 الصبح، كنت بقفل الساعه 2 بالليل. كنت بشتغل شغل من غير راحة أبدا، كنت عاوز أثبت لنفسي إن أنا خامة كويسة تنفع في أي مكان حتى لو هبيع لحمة.